يكون هناك عرض لمجموعة مهنية للمدن المغربية، وهو مسؤول عن المناطق الحرة وكذلك تجارة العبور بدولة ليبيا. أيضا سيكون معنا عرض للمناطق الصناعية بجهة طنجة تطوان، بجهة طنجة المتوسط بالمملكة المغربية. يسرني ويشرفني أن أرحب بكم جميعا والوفد لي بالشقيق على وجه الخصوص لفضاء مدينة طنجة عاصمة جهة طنجة تطوان الحسيني. حللتم أهلا وسهلا أشقائنا الأعزاء ببلدكم الثاني المملكة المغربية الشريفة، والمناسبة انعقاد فعاليات ملتقى الأعمال المغربية الليبي في نسخته الأولى المنظمة على امتداد 3 أيام من طرف غرفة التجارة والصناعة والخدمات جهة طنجة تطوان الحسيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد اللطيف فيلر، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات جهة طنجة تطوان الحسيمة. اليوم عندنا الملتقى ديال الأعمال ديال المال الليبي المغربي، واللي زارونا أكثر من 100 رجل أعمال ليبي الحمد لله، وعلى رأسهم وزير الاقتصاد والتجارة الليبي. واليوم كما كتشوفوا غادي يكون لقاء لتبادل الخبرات وتبادل الآراء باش نشوفوا الدعم ديال الاقتصاد المغربي التجاري ودعم المعاملات التجارية ما بين ليبيا والمغرب. احنا عندنا علاقة سياسية ممتازة ما بين الدولتين، ولذلك خصنا نطعموه بالاقتصاد اللي هو شوية هزيل في هذه الساعات، ما كيفوتش 200 مليون دولار، شيء ضعيف جدا بالنسبة للعلاقات. ولكن إن شاء الله يا ربي باتفاقية الشراكة اللي غادي يكون واتفاقية اللي غادي تمضى، وكما كتشوفوا بأن الحضور ديال الوزيرين ديال الدولتين على رأس هاد اللقاء غادي يعطي واحد دفعة قوية من هاد المبادرة التجارية. وطبعا كنطمحوا ان شاء الله باش يكون ديك الخط البحري يرجع اللي كان ما بين طنجة وطرابلس، كذلك الخط الجوي اللي كان ما بين دار البيضاء وطرابلس، وكذلك بغينا يتفتح العلاقات ديال السفارة، وكذلك تسهيل بعد رفع هذيك التأشيرة باش يبقى الانسان كيدخل بدون تأشيرة ما بين البلدين. عصام العولة، رئيس الهيئة العامة للمعارض الليبية. هو طبعا الملتقى الليبي المغاربي هذا هو طبعا هو في إطار الخطط اللي تعتمدها الهيئة العامة للمعارض الليبية في سبيل توطيد العلاقات مع الدول الشقيقة. فكانت الفكرة أن تنشأ ملتقيات ومعارض في دول المغرب العربي، في دول الشرق الأوسط، في أوروبا وغيرها، لكن نظرا لأهمية وخصوصية دولة المغرب الشقيق فأصرينا أن هذا اللقاء يتم الاهتمام به اهتمام خاص، لأن طبعا السوق الليبي والسوق المغربي لها تجربة كبيرة جدا تمتد لعشرات السنوات وليست وليدة اللحظة، لكن في الفترة الأخيرة كان فيها شوية الترابط ما كانش كبير هلبة، فكان يجب إعادة توطيد هذه العلاقات بشكل أكبر بما يخدم مصلحة الشعبين ومخدم مصلحة الدولتين وبما يدعم العلاقات الليبية المغربية إلى الأمام. فكانت الفكرة من هذا الملتقى على أمل أنها تتطور هذه الفكرة إلى إحداث معرض ثابت اسمه صنع في المغرب وصنع في ليبيا، تكون دورة له سنوية، في دورة في المغرب ودورة في ليبيا. ما المأمول من هذا؟ المأمول هو طبعا زيارة رجال الأعمال للطرفين بين ليبيا والمغرب، على أمل بإذن الله تعالى توقيع شراكة استراتيجية وتوطيد العلاقات فيما بينهم مباشرة. أما الهيئة العامة للمعارض ومركز تنمية الصادرات هي مجرد جهات راعية، بما فيها أيضا غرفة طنجة هي جهات راعية لهذا الحدث مباشرة، لكن توطيد العلاقات يتم عن طريق رجال الأعمال، وهذا هو الاقتصاد الحقيقي مباشرة، في شراكة تثمر دخول المنتج المغربي إلى ليبيا ودخول المنتج الليبي إلى المغرب.